فكرك انهي منتخب من المنتخبات العربيه ممكن يبقى حظه اعلى نسبيا في فرصه وصوله للادوار الثانيه؟ يمكن تونس محظوظه شويه يعني، دايما في البطولات دايما تونس بيبقى عندها حظ كبير جدا في البطولات. يمكن هي مش هقول ان هي مستواها اقوى فريق عربي، لكن هي ممكن تكون محظوظه شويه. لكن المنتخب اللي انا ممكن اقول ان انا شايف ان شاء الله ممكن يعمل حاجه في كاس العالم او يعني يوصل الدور الثاني وممكن يبقى اداء كويس، المغرب. منتخب المغرب منتخب قوي جدا، بس برضه مجموعته مش سهله. اكيد طبعا مجموعته مش سهله، بس هو منتخب كويس يعني، هيأدي على الاقل، هنشوف كوره منه وممكن يعمل مفاجاه، ممكن يتأهل. طب على ذكر ان انت تشوف كوره منه، احنا بنشوف كوره حلوه في السعوديه، فرق ومنتخب يعني الحقيقه، فبرضه الى اي درجه ممكن نلاقي منتخب السعوديه بيتصعد؟ منتخب السعوديه برضو منتخب كويس، منتخب عربي برضو نتائجه برضه كويسه. بكره عندهم البدايه بيعلم بيها ربنا طبعا الحقيقه يعني. قدام منتخب الارجنتين بدايه يعني صعب حاجه جدا، صعبه، قدام منتخب من المرشحين للفوز قوي باللقب، قوي. فالموضوع صعب جدا. يمكن السعوديه كمان حظها ان اول مباراه لعبتها في كاس العالم كانت مباراه الافتتاح، خسرت من روسيا 5، كانت طبعا صدمه كبيره جدا. النهارده هتبتدي برضو كاس العالم بمواجهه الارجنتين من الفرق المرشحه للقب، فانا شايف ان الموضوع صعب جدا. لكن هو معاه مدرب طبعا قوي، هيرفي رينار، طبعا مدرب من المدربين المخضرمين في الشرق الاوسط وفي العالم، فاعتقد ان هم يعني عندهم برضو فرصه ان هم يقدروا يقدموا حاجه. لكن المباراه دلوقتي طبعا صعبه جدا قدام الارجنتين، صعبه. طيب تعالى بقى ادخل بينا بقى على ماتشات النهارده، والنهارده في 3 ماتشات حلوين، او تقدر تقول ماتشين حلوين وماتش نار، دي حقيقه. مش يمكن كده برضه؟ هنبدا بانجلترا وايران طبعا الساعه 3، طبعا دي مباراه قويه جدا طبعا مع ايران، طبعا بالمدير الفني كارلوس كيروش، كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر، اعتقد ان هو لعب في كاس العالم كذا مره ومدرب برضه قوي، عارف ازاي يدير لعيبته، وصعد مع ايران لكاس العالم قبل كده، ومسك كاس، مسك ايران قبل كاس العالم. ايران عندها كوره حلوه، ايران عندها كوره حلوه. ايران في كره القدم مش وحشه، ومع كيروش هتبقى كويسه. انا شايف ان هو بيعرف يوظف اللعيبه، بيعرف يطلع افضل ما عند بس اللعيبه. فكرك هيوظفهم دفاعيا كما عهدناه ولا مش شرط؟ دي حقيقه. انا اعتقد ان هو فعلا هيلعب بنفس الطريقه الدفاعيه اللي بيلعب فيها، وممكن يتاهل للدور الثاني بسبب الطريقه دي. فانا ممكن يا اخي الطريقه دي عجيبه جدا، وعملت شغل مع منتخبات كتير، وعلى فكره بما فيها منتخب مصر في وقت من الاوقات، دي يعني حقيقة. في مشاركه سابقه لمصر في كاس عالم. دي حقيقة. الدفاع المستميت ده لوحده كان يعني محير للمنافسين احنا كلهم، وصلنا بالدفاع يعني المستميت لعيبه نهائي افريقيا. سايبين الكوره وقاعدين بيبصوا لبعض، هو في كده في دي الدنيا؟ حقيقة. احنا وصلنا بالدفاع المستميت نهائي افريقيا، وصلنا بالدفاع المستميت المباراة الفاصلة في كأس واحنا العالم. مش بيعلمونا واحنا صغيرين ان خير وسيله للدفاع هي الهجوم؟ الهجوم، لا طبعا، الكره الجميله والاندفاع الهجومي والخطط الهجوميه دي طبعا حاجه جميله جدا في كره القدم، لكن دلوقتي في مدربين هم ده ستايلهم، هو ده معروفين يعني. طب ماتش ايران حاسه هينتهي ازاي؟ لا، ماتش مش هيبقى سهل على انجلترا، لان انا بقول لحضرتك كيروش بيعرف ازاي يدير المباريات دي. لكن طبعا انجلترا منتخب كبير جدا، طبعا منتخب مرشح لللقب، منتخب قوي جدا، يضم افضل العناصر، يمكن هو اقوى منتخب من حيث القيمه التسويقيه، او اكبر منتخب من حيث القيمه التسويقيه للاعبين في كاس العالم، فمنتخب قوي جدا. المباراه مش تبقى سهله طبعا قدام ايران، لكن اتوقع ان ممكن ايران، ان ممكن انجلترا تكسب، وممكن يبقى فيه مفاجأة. ممكن في مفاجاه، بس انا اتوقع ان انجلترا هتتخطى يعني ايران. المنطق يقول ان كفه انجلترا بطبيعه الحال هي ما الارجح. انا بقول لحضرتك، لا، انجلترا يعني في كاس العالم، وكمان المباراه اللي فاتت قبل كاس العالم، لا، انجلترا اقوى. لكن كروش طبعا هيعمل مباراه صعبه، اكيد ده اكيد. اكيد. المباراه تبع الثانيه الساعه 6 طبعا، مباراه السنغال وهولندا، هتبقى من اقوى مباريات في كاس العالم، طبعا مباراه قويه جدا، طبعا. هتبقى يعني افتتاحيه جميله جدا لليوم الثاني في كاس العالم. هل الطواحين الهولنديه بنفس قوتهم ودسمهم المعتاد والمعهود، يعني ولا اعتقد، الجيل ده مش زي اللي قبليه؟ لا بالعكس، جيل هولندا الموجود دلوقتي من اقوى اجيال منتخب هولندا، واعتقد ان هولندا دايما مش محظوظه في كاس العالم، بتخسر، خسرت 3 نهائيات قبل كده، لكن انا شايف ان هولندا المره دي عندها حظوظ، عندها فريق كويس، عندها مدرب فني طبعا، مع مدير فني طبعا لويس فان جال، طبعا مدرب مخضرم، عندهم عناصر قويه جدا في افضل الانديه، وكمان عناصر بتلعب كره قدم كويسه جدا، وهم عندهم حلم وعندهم هدف. فانا اعتقد ان الماتش هيبقى جدا صعب على السنغال. طبعا السنغال عندها مشاكل، طبعا غياب ساديو كنت ماني، لسه هقول لك انعكاسات غيابه بقى ضربه متوقع، قويه جدا، يمكن امبارح ضربه اول قاسمه امبارح المؤتمر الصحفي اللي طبعا لاليو سيسي المدير الفني وقائد منتخب السنغال، يمكن اتكلموا كتير عن ساديو ماني وغيابه ازاي مؤثر، احنا بنلعب كمنتخب واحد وعايزين نعمل حاجه لبلدنا، ولساديو ماني نهديها له. لكن انا شايف ان السنغال هتلعب ماتش كويس، لانه منتخب كويس جدا، منتخب قوي، بطل افريقيا، اتأهل لكاس العالم على قوة حسابنا. برضو لا طبعا، والأجسام القوة واللعيبة بتلعب في أفضل أندية في أوروبا، محترفين كلهم، أقوياء جدا. لكن هولندا منتخب قوي قوي وشرس يعني، أنا شايف إن المباراة هتبقى صعبة جدا على السنغال.
مع ساديو ماني مع غيابه هتبقى صعبة جدا.